شهد مطار القاهرة أولى رحلات سفر حجاج بيت الله الحرام بحضور وزير الطيران حسام كمال. تبدأ بذلك مصر للطيران جسرها الجوي لنقل الحجاج لهذا العام. قال الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة ستنقل نحو 57 ألف حاج على متن 254 رحلة جوية. سنبذل أقصى الجهد في خدمة حجاج بيت الله. بدأنا الاجتماعات مبكرا، اتفقنا جميعا وعقدنا العزم على أن نكون في خدمة هؤلاء الحجاج، وشرف لنا أن نكون في خدمتهم. الدولة بكل كياناتها وأجهزتها الرسمية سخرت جهودها لخدمة حجاج بيت الله والعمل على راحتهم. حاسة بالسعادة، أول سنة أطلع حجة كبيرة، طلعت عمرة 3 مرات، سعادة بقى حصلت المرة دي، سعيدة سعيدة، ربنا يسعد الناس كلها. بندعو لمصر والعالم الإسلامي كله بالأمن والأمان، ونعيش في عيشة كويسة، ونقدم مناسك الحج إن شاء الله بيسر وسهولة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة اللواء محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي. بداية سيادة اللواء، ما هي الخطة الموضوعة لمنع حدوث أي مشكلات في موسم الحج هذا العام؟ الحقيقة احنا شركة ميناء القاهرة الجوي ابتدت التخطيط مبكرا لاستيعاب موسم الحج عن هذا العام من خلال مجموعة من الإجراءات والتنسيقات والتعاون ما بين الأجهزة المعنية داخل حدود ميناء القاهرة الجوي، سواء كانت أجهزة أمنية أو خاصة بالشركة الوطنية لمصر للطيران أو باقي الشركات اللي هتكون معنية بموسم الحج. في هذه التنسيقات تمت على أساس واحد، أنه يوسر هذا الموسم ونقدم العديد من التسهيلات للسادة الحجاج أثناء مغادرتهم ووصولهم إلى البلاد إن شاء الله. ده بيبدأ تسهيلات من ناحية إيه يا فندم؟ أول حضرتك يعني على سبيل المثال عندنا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تم تكوين فرق خاصة من العلاقات العامة والموثقين والرجال الأمن داخل المينا مقابلة هؤلاء، ومن لحظة وصولهم وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهم في يسر وسلاسة تامة لحين ركوبهم طائرة مرة أخرى. الحاجة الثانية، فيما العديد من الصينات أو اللوحات الإرشادية بترشد الحاج إلى الطريق الصحيح من لحظة وصوله لحظة مغادرته. الحاجة الأخرى أن احنا بنبث على مدار الساعة أفلام وثائقية بتتكلم عن الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة للحجاج. الحاجة الثانية، بتبث فين الأفلام دي؟ بتبث على شاشات العرض الموجودة في الصلاة. نعم. في نفس الوقت في برضه الأفلام الخاصة بشعائر الحج، ودي بتبث على مدار الساعة. في نفس الوقت وزارة الأوقاف هتتبعت بعض الدعاة بيتواجدوا بيقوموا بعمل دروس دينية وإرشادات خاصة بالحج للحجاج قبل سفرهم وغادرتهم البلاد. نعم، اللواء محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.